معنا من لندن مراسلنا جياب أبو صفية. جياب، من الواضح بأن بريطانيا تسير قدما نحو العودة الطبيعية أو التدريجية، كيف يتفاعل البريطانيون مع هذه الأنباء؟ بحماسة شديدة، هناك حماس كبير في المجتمع البريطاني نحو وترقب لهذه الإجراءات التي سيعلنها رئيس الوزراء البريطاني أمام أعضاء مجلس العموم بعد نحو ساعة من الآن. هي خطوات حذرة جدا، مقسمة إلى 4 أقسام، تبدأ في 8 مارس المقبل كما ذكرت بإعادة فتح المدارس وبعض الرياضات، السماح ببعض الرياضات في المناطق المفتوحة خصوصا أنشطة ما بعد المدرسة، بالإضافة إلى السماح بلقاء شخص آخر من عنوان آخر في مكان مفتوح كمتنزه وشرب القهوة وغيرها في المتنزه، والسماح بالجلوس في الأماكن العامة المفتوحة. هذه الخطوة الأولى مقسمة إلى 4 خطوات، على أن يتبعها خطوات أخرى بعد 3 أسابيع، أي بحلول أعياد الإيستر، والتي سيسمح لعودة ربما قواعد الستة، وهي أن يتقابل 6 أشخاص بشكل جماعي، ولكن كل ذلك سيعتمد على تقييم خطوة بخطوة حتى الوصول إلى إعادة الفتح الكامل للبلاد، ومتوقع أن يكون بحلول الصيف. سيطرح هذه الخطة رئيس الوزراء على أعضاء مجلس العموم حتى يسمح لهم بالتصويت عليها والبدء الفعلي بالعمل عليها يوم 8 مارس المقبل، على أن يكون نفس الكلمة لرئيس الوزراء، ولكن متوقع أن تكون ربما بخطاب عاطفي أكثر يوجه إلى المواطنين البريطانيين وإلى الشعب خلال ساعات المساء عند الساعة 7 مساء. هذه الخطوة مبنية على 4 نقاط رئيسية لاستمرارها، هي عمليات التطعيم أن تكون ناجحة، أن يتم أيضا تعامل قطاع الصحة العامة مع الحالات الإصابة إن كان هناك حالات خطيرة جدا، والتأكد من أن عمليات التطعيم هي أمنت حماية كافية للفئات الأكثر تضررا من الذهاب إلى المستشفى أو أن يصابوا بالفيروس ويؤدي بهم إلى الموت. خطة خارطة طريق سيتم تطبيقها بحذر شديد وحالة ترقب كبيرة هنا في المملكة المتحدة. نتمنى ذلك جياب أبو صفية مراسلنا في لندن، شكرا جياب.